اسمحوا لي غادي نتكلم على واحد جوج الاقاليم. يعني جينا هنا باش نتكلموا على جهه الشرقه ككل، ولكن جات لي واحد الحورطه على واحد جوج الاقاليم منسيين يعني من هذه الخريطه ديال المغرب ككل بالحقيقه. يقلب الدريوش ويقلب فيه كتعرفوا بان يقلب الدريوش فيه 20 جماعه قرويه. كتعرفوا عشرين جماعه قرويه في جد في الجبال في الويدان، يعني السلوك يعني باش الطرق يعني باش غادي نديرو في كل عزله على هذا الجهه القرويه راه ما كيتذكرش كاع، راه ما كاينش. حنا انتوما كتذكروا هنايا يعني الطريق مزدوج جا واخر، الناس راه ما كاين حتى طريق معبده غير الاخر، غير التوفنا ما كايناش مع الوزن. راه الطرق ما لقيناهمش في هذه الاقاليم، لا بوعرفه ولا في الدريوش، راه لقيناها معبده غير التوفنا، راه راحت علينا. بكل صراحه باش نكونوا واقعيين مع الوزن، راه حنا منسيين وكنعرفوا من يقلب الدريوش هو جزء منه من العمال اللي كاينين في الخارج. ولكن هاد الناس اللي كيجيو بكل صراحه انا راه كنتكلم بالقلب ديالي، ملي كيجيو حتى كيمشيو لديورهم ما كيقدروش يوصلوا لديورهم بالسياره، كيزيدوا حوايجهم في الطريق وكيزدوهم عند الدواء باش يمشيو للديور ديالهم. راه يعني واحد المسائل اللي ما كيقبلهاش العقل في هذا 2016. والناس هاد الناس اللي في الخارج وانا واحد منهم من المهاجرين، انا واحد منهم اللي كنتكلم معاهم، يعني راه واحد الحاجه اللي وثاري هذا زعما راه ما يعني ما كاين ما يعجبش بكل صراحه. ويقلب الدريوش راه عنده مع الوزير 75 كيلومتر ديال البحر. البحر هذا يعني كنهضروا على التوريست كيفاش غادي يجيبوهم، كيفاش غادي يجيبوهم، كيفاش يعني كيفاش يخدموا، كيفاش غادي يعملوا باش يطلبوا هاد السياح باش يجيبوا البلاد. يعني يقلب الاخر هاد الجهه الشرقيه راه فيها بكل خير، ولكن خصنا التدابير باش غادي نشوفوا كيفاش غادي نتعاونوا على هذه الجهه الشرقيه. راه من ناحيه الفلاحه فيها، من ناحيه الصناعه غادي يكون فيها، من ناحيه ديال الموانئ راه فيها واحد العده يعني كبيره، ولكن هي يعني اضعف في الجهات في المغرب بكل صراحه. معي الوزير الله يجازيك بخير، فيعني حنا واحد ابسط حاجه علاش واقف مع الوزير. انا غادي نعطيك حتى ابسط حاجه لنا في الدريوش، في اخر الدريوش اقل حاجه هي لك الناسيونال ما كايناش عندنا، كيمشيو 100 كيلومتر حتى للنهار. واش هذا يعقل؟ لو كانوا يديروا غير كما كيديروا في الخارج القنصلي، يجيبوا لنا بعد ثلاثة ديال البوليس اللي خدامين ويخدمونا، هذا كترسلنا الناس باش ما يبقاوش يمشيو 100 كيلومتر حتى للنهار. يعني راه هذا الشيء راه ما كيقبلوش العقل ديال الإنسان. راه أنا كنهضر معكم هنايا يعني بالقلب ديال خالص، باش يجي من عند شي واحد ولا يعني ندير مع شي واحد أبدا. راه حنا كنعتزو بسعادة الوزير بالحكومة ديالنا، ولكن خصكم تكونوا تشوفوا في مضرب هذه الأقاليم وعارفة الدريوش يعني راه منسية بكل صراحة، لا من ناحية المدارس ولا المستشفيات ولا أي حاجة، راه البنية التحتية راه معدومة بكل صراحة. وزيد كاين واحد ناقص الخطر على ديك القنطرة اللي كاينة في الدريوش، راه يعني راه هذيك راه شحال دابا هما يعني يطلبوا واحد ما كيجيش لك النهار اللي غيكون فيها شي كارثة في ديك القنطرة. راه هي يعني راه على في الخطر شي نهار غادي تطيح هذيك القنطره على وقف، راه يمكن راه كتعرف هذا الشيء. وحنا كنعاودوا مساعدة الوزير الله يجازيك بخير دير مجهودات على هذيك القنطره اللي كاينه في وقف. ما بغيناش نسمعوا شي نهار عاود كما سمعنا ذاك الوقت في الدريوش على ذاك الفيضان اللي وقع غادي توقع كارثه عاود. الله يجازيك بخير، حنا كنطلبوا هذه المسائل زعما تشوفوا بالحاله ديال هذه الاقاليم. جوج اقاليم راه يعني راه يعني البنية التحتية راه معلومة بكل صراحة. وشكرا، السلام عليكم.